الإدارة عن بعد أو التالي مانجمنت، زي ما في تطبيب عن بعد التالي ميديسن، وفي ديستنس ليرنينج أو إي ليرنينج تعليم عن بعد، في برضو تالي مانجمنت أو إدارة وتحكم عن بعد، والبعض الآن أصبح يلمح إلى هذا الموضوع. طب إيه حكاية الإدارة عن بعد؟ هل ممكن منظمة هيئة تتحكم عن بعد في هيئة وشخوص آخرين؟ وهل ممكن دولة تتحكم في دولة عن طريق تكنولوجيا التفكير الإداري والتحكم عن بعد والإدارة عن بعد؟ خلونا نشوف مع الخبير والمتخصص عفوا في هذا الشأن محمد مصباح. مرحبا بك محمد. أهلا بك يا أحمد، نورني. ربنا يخليك، بشكرك. كل سنة وانت طيب ورمضان الكريم. الله أكرم، الله أكرم. ده أول لقاء لينا معك في رمضان. مظبوط. طيب، التحكم والإدارة عن بعد أصبح منهج واستراتيجية، وده موضوع علمي بالأساس دلوقتي. مظبوط. عاوزين نفهموا منك إزاي ممكن مؤسسة تتحكم في دول وأفراد عن بعد، وإزاي دولة تتحكم في دول أخرى عن بعد. تمام. أول حاجة، إحنا بنسمع كتير جدا عن المالتي ناشونال أورجنايزيشن، شركات متعددة الجنسيات، وخطورتها وتأثيرها في الدول أحيانا. كتير من الشركات دي اللي شغاله في البتروليوم او شغاله في الاويل اند جاس، شغاله في شركات البترول وشركات الميديا، احيانا بيكون لهم تاثير مباشر على شعوب ودول بشكل غير ملموس. فور اكزامبل، كتير يقول لك ان وزير فلاني راح يقابل رئيس شركه فلانيه. الشركات دي بتبقى بتتبع احيانا، اولا هي بتتبع البيزنس بتاعها، يعني اهم حاجه بالنسبه لها تحقق بروفيت، بس في جزء تاني مهم جدا، سياسات المنطقه اللي بتتعامل فيها، ازاي ان هم يقدروا يتحكموا في سياسه منطقه. بيتم فيها ازاي؟ اول حاجه عن طريق الاداره الفكريه، ان هو بيدير فكر او عقليه الاشخاص في الدول دي بشكل معين، يبدا يديهم ثقافه معينه. الموضوع ده ما بيجيش من يوم وليله، ما بيجيش كده باعلان او بفكره، لا، بيجي بتخطيط منهجي على فترات متباعده وعلى خطط معينه، ان انا بحول فكر المواطن العربي في الوضع الحالي لناحيه الثوريه مثلا، او لناحيه الاقتناع بالوضع القائم. وبالتالي احيانا الماركتنج كامبين بتاعتهم بتلاقي بتخاطب دوت. حتى في المجال الاقتصادي تلاقي ان البحوث الاستثماريه يقول لك نطلع نتيجه البحوث الاستثماريه عنده دولتين فيهم دلوقتي انفستمنت، وممكن يكون الدولتين دول انفستمنت في نفس الوقت والبروفيت واحد. طب ابدا اضخ فين؟ فتبدا انت منطقه معينه تبدا تدي الايحاء ان المنطقه دي ما نقدرش ان احنا نستثمر فيها في الوقت الحالي، لان في الوقت الحالي هو مش عايز ينجح منظومه موجوده خاصه بالدوله دي، فيبدا ان هو يتحكم في الدوله ويبدا يتحكم في الموارد اللي خاصه فيها بشكل غير مباشر. بتظهر جامد جدا 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 في الميديا، ان هو بدات ثقافه الشعوب العربيه عن طريق الاداره عن بعد واداره التفكير بتاعهم الخلاق بتاعهم ان هو يدر. هديك مثال حصل في الدول العربيه. الدول العربيه، عايز اقول لك ان السوشيال ميديا في الدول العربيه يمكن يكون يتفوق على كتير من الدول الأجنبية، وتأثير الفيسبوك كموقع اجتماعي في مصر، عايز أقول لك أنه ممكن يكون أكتر من الدولة اللي أنشأته اللي هي أمريكا، مش في عدد اليوزر ده أكيد، في تأثيره على سلوك الشعب. الثورة المصرية لما قامت في 25 يناير كان مستغل فيها بجزء كبير جدا الفيسبوك والسوشيال ميديا. ده بيتم، الفكرة بتبدأ في المجتمع الغربي في المالتي ناشونال كامباني في البداية، ويبدأ ان هو بيكونش مفكر ان هو عامل ده عشان يقدر يأثر على حاجة معينة، لكن ازاي ان هو يستغلها. احنا عندنا احيانا نظرية المؤامرة، اصلا هو عمله دوت عشان الدول العربية، لا، هو عمل عشان مصلحته في الاول وفي الاخر، لان هو في الاول وفي الاخر اللي تحكم العلاقات دي هي علاقة المصلحة، ان هو يقدر يتحكم فيه لتحقيق مصالحه هو. لما بتظهر فكرة في الاول يبدأ ان هو نقول كاستمايز، طيب الفكرة دي ناجحة، الشباب العربي متقبلها، قادر ان هو يتعامل معاها، طب ازاي ان هو اقدر احطه في التراك ان هو يخدم مصالحي انا. ده جزء منها. تظهر في الشركات بشكل مختلف تماما بقى. في الشركات وفي المؤسسات بتخدم ثلاث اشخاص. بتخدم البيزنس بتاعك، وبتخدم الموظف، وبتخدم الكاستمر او العميل، وده جزء تاني خالص. احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت، وانا عندي الامل جدا واليقين ان ده هيحصل ان شاء الله، ان زي ما بيحصل عندنا ثوره اجتماعيه وثوره سياسيه، يحصل ثوره اداريه، ان احنا ندير عن بعد. النظام الاداري في الشركات وفي المؤسسات في مصر جزء كبير منها يقوم على ان انا بدير بشكل مباشر. كنت بتكلم معاك قبل ما نبدا، انا شخصيا انا الشخص المدير المباشر هو في دوله غير مصر اصلا، وبيدير
في نوع من الكوميونيكيشن بيننا وفي نوع من البروتوكولات المعينه اللي بيننا اللي بتسمح ان الشغل ان هو يخلص بشكل يحقق الفائده للشركه بشكل كامل. ده بيتطلب منظومه من ده بيتطلب منظومه معينه. التكنولوجيا مهمه جدا جدا فيه. تفهم الاخر يعني ايه الاداره البعد، مش معنى الاداره من بعد معناها استهتار. تفهم كمان الكاستمرز او العملاء اللي بيقول لنا كمان لفكره الاداره من بعد. واحده من احسن الدول اللي حققت ده في الدول العربيه هي في الامارات، اماره دبي. اماره دبي بتطبق نظام الاداره عن بعد لمواطنيها وموظفينها بشكل كامل وبشكل رائع جدا جدا جدا، وليه تاثير على الحياه الاجتماعيه للناس. الاداره عن بعد بتحقق بالنسبه لك الترافيك، المشاكل اللي بتحصل في المرور، زياده العصبيه، احيانا ايفن المشاكل الاجتماعيه الكثيره اللي بتحصل في العصر اللي احنا عايشين فيه النهارده دوت بيتاثر فيها جدا. اداره الازمات اللي احنا اتكلمنا فيها، اداره الازمات عن بعد. الفتره اللي فاتت انا شخصيا اعمل في مكان كان قريب جدا من قصر الاتحاديه، وزي ما انت عارف كان المنطقه متقفله والوصول للمكتب صعب. ازاي نحن ندير شغلنا عن بعد واحنا مكتب وفي ناس بيجي وي وي وي. ده كان تم في الفتره دي، نحن قدرنا شغلنا بكفاءه كامله عن طريق ان احنا مش موجودين. طب ايه لازم انتوا تكونوا موجودين؟ ده احنا عملنا ده في الظروف الاستثنائيه عشان نقدر نوصل كفاءه الشغل للعمل اللي مستنيين دول. كل الافكار دي وكل الخروج بره الصندوق زي ما انت قلت في الاول مطلوب جدا في مصر الفتره اللي جايه ان احنا نعمله. هل كل الموظفين اللي احنا محتاجينهم محتاجين ان احنا نديرهم بشكل مباشر؟ هل الناس اللي بيشتغلوا في مجال تكنولوجيا المعلومات محتاجين انهم يروحوا المكتب؟ هل السيطره، هل تحقيق اهداف العمل اهم ولا حضور الموظف والانتراكشن الحقيقي؟ كنت في اجتماع قريب مع واحد من اكبر رؤساء مجلس اداره البنوك في مصر، وقال لي احنا بنحاول بشكل ضخم جدا ان احنا الناس بتيجي عندنا البنك عايزين يعملوا حاجات، بنحاول فعلا جدا جدا احنا ندير اعمال رجال الاعمال الكبار وكل العملاء عن بعد عن طريق استخدام التكنولوجيا. مش لازم اروح البنك يعني. مش لازم اروح مش يعني ليس شرطا يعني. هو قال لك دي بقى ليها جزء كبير جدا في الاداره متعلق بجزئيه الثقافه. الثقافه هنا بتاعت الشخص ان انا لازم اروح وقابل حضرتك واخد الورقه منك، ما انك ممكن تتم كل المعاملات بتاعتك عن طريق التكنولوجي، عن طريق وانت قاعد في بيتك. النهارده كنت الصبح قبل ما اجي على طول كنت في اجتماع مع واحد من البنوك الامريكيه اللي شغاله في مصر. قال لي احنا بنعمل ابلكيشن عن طريق الموبايل السمارت فون اللي موجود مع حضرتك، تقدر ان انت تقدر تقوم بكل اعمالك من غير ما يكون في اي نوع من تاثير على الاعمال. يعني بمعنى اصح وقت الكمبيوتر وقت السمارت فون موجود معاك تقدر تحول وتقدر انت تحقق المعاملات بتاعتك كلها عن بعد من غير ما انت تروح. تأثير ده الايجابي على المجتمع مهم جدا جدا، ليه منهجيه معينه عشان يتم وليه اسس معينه عشان يتم، من ضمنها توافر التكنولوجيا المناسبه، المان باور او العماله اللي قادره تستوعب دوت، وفكر العملاء ان انت تقدر. العميل هنا مقصود بيه ان هو العميل المباشر، اقصد بيه العميل غير مباشر او غير مباشر، يعني راح ياخد مصلحه خدمه معينه مش شرط ان هو راح يشتري حاجه. العالم بيتغير في مجال الاداره. طيب. واتمنى احنا نعمل اللي متابع توفيق عكاش، هناك ناس بتحب وناس بتعترض على اي حال من الاحوال، هو في الايام الاخيره يتحدث عن الاداره عن بعد، وان حتى اعطى مثلا ان امريكا تحكمت بحبيبي العدلي وبالنظام مبارك السابق عن طريق الإدارة عن بعد. نفهم إزاي الناس إن هو قال كلام لكن ليه تحليل علمي عشان نفهمه. هو تحليل علمي، هو يمكن يكون الناس فهموه غلط. هو تحليل علمي إن الإدارة الأمريكية في الوقت دوت تمتلك الأدوات والتولز اللي تخليها تتحكم في الأشخاص وبالتالي في مسار الدول. يعني إيه؟ هو ما يقصدش إن هو معاه ريموت كنترول اللي هو يديره، لا، هو معاه الاستراتيجي اللي احنا اتفقنا عليها انا وحضرتك كاداره امريكيه وكناس موجودين في الحكم. خطوط عريضه حضرتك ما ينفعش تخرج عنها. الخطوط دي احنا اتفقنا عليها بمصلحه متبادله بيني وبين الشخص دوت. ده اللي الاداره عملته في الوقت دوت، ان هو ادار الشخص دوت عن بعد. دير البلد زي ما انت عايز، تعامل في منظماتك زي ما انت عايز، احنا مش هندخل في ده كله. كل ده هيتم وزن ايه؟ وزن الفريم الاطار اللي احنا اللي اتعاملنا عليه. من ضمن الاطار ده عدم المساس مثلا المصالح الامريكيه. اعمل لحضرتك عايزه كله بس ما تقربش من ده، فهو يديره.
ايه في هنا اللي يخليه ان هو يقدر ان هو يعمل دوت؟ ان في ايفيدنس، في ادوات، في زي ما اقول ادله، براهين وبراهين. لو حضرتك خرجت عن الاطار دوت، كل الـ 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 الاطار اللي انت عايز، اللي انت موجود فيه ده، هيقع وانا اقدر اوقعه. هو المح ايضا ان الاداره الامريكيه تحكمت عن طريق حقوق الانسان، فتح ابواب الاعلام، فتح القنوات، فكل القوى الناعمه دي المح ان هي كانت سبب ايضا في التحكم عن بعد. مظبوط. هو ببساطه جديده لو الاداره الامريكيه في الوقت دوت بتوضح لك انها هديك نسبه من الحريه، الحريه دي في اطار اللي احنا متفقين عليه، لو خرجت عن ده انت هتتساقط معنا او باخر، وهينتهي الجنتلمان اجريمنت ده. فوانت هنا في الكونتري، انت في الاول في الاخر، او في البلد انت في الاول وفي الاخر عارف حدود بتاعتك. يمكن لما اخر راح للناس ثقافه المواظ ما فهمهاش بشكل الكامل او ما وضحتلوش، بس هي بشكل علمي. انت قلت لي برضو في حاجه ما قلناهاش على الهوا واحنا بنتكلم، ان الاداره الامريكيه ايضا تتحكم بالشعوب والافراد عن طريق القوى الناعمه، زي السينما، زي الماكولات، المياه الغازيه، يعني اي حاجات بتحبها الشعوب تصدرها وتحكم فيه. زي ما دلوقتي بقى في تحكم في المصريين، زمان ما كانوش بياكلوا جوه البيت، بالظبط. دلوقتي لا، المطاعم الشهيره الخاصه بالدجاج والهمبرجر والى اخره والبيتزا وكده. قبل ما يجي تحكمهم ايفن في بره امريكا، هو الحكومه الامريكيه بتتحكم في المجتمع الامريكي اللي فيه نسبه مش الاوريجينال امريكان اللي جايين فيها من مكسيكو وافريكا ويوي، بالطريقه دي بتوفر له في السيكولوجي بتاعته الاحتياجات اللي هو بيحتاجها المواطن الامريكي. هو يمكن ما يعرفش بره، لا شعور، لا شعور، هو عايش في المجتمع ده، في الساندوتش، في البرجر الكبير، في الكوك، في الحياه الامريكيه. كأن الدنيا هي عباره عن هي الملذات دي، الملذات دي، وهو عايش وغيرها، وغيرها طبعا من الامور ربما تكون غير المستحبه، غير المستحبه في رمضان يعني. بالظبط كده. الحياه، الانغماس في الحياه بكل معطياتها، الانغماس مع الشيطان، الانغماس مع الشيطان، وبيفضل عايش في ده. وطول ما انت بتديله ده، هو هيرشحك كمرشح امريكي او كجمهوريين او ديمقراطيين مثلا. فهو هو قبل ما يتحكم، حتى ما يبدا يخرج من خارج نطاق المجتمع الامريكي، يبدا يعمل ده. والميديا بتلعب دور خطير في ده، ان هو بتبدا تربط له دايما ان الحياه هي عباره عن ملذات معينه او حاجات معينه، انت لو خدتها فانت تشعر بالساتسفاكشن او السعاده، فانا هديك صوتي. هو برضو الرئاسه الامريكيه صوت المرشح بالنسبه لها مهم جدا، بس بتعامله بطريقه زي ما انت قلت، بالطريقه الناعمه. انا بوظف لك دوت الاطار دوت ليك ان انت تبدا تنتخبه، تبدا تعمل له الدور، تبدا اقطعك هنا. هي الملذات دي ما بتتغيرش يعني؟ هل في ابحاث علميه بتقول ان العالم بعد القرن 21 وان وجرب كل حاجه، هل هناك انواع جديده من الملذات سوف تغير ما اعتاده العالم من ملذات، حتى لو كانت ملذات مع الشيطان؟ بتتغير، بس برضو الملذات الاساسيه موجوده حسب مثلث الاحتياجات بتاع زمان خالص اللي احنا كلنا درسناه، ان هو اول حاجه بيوفر له الاكل او الطعام، ده مهم جدا. بيوفر له الامان، المكان اللي انت قاعد فيه سيف، هو طبعا الامان، وبعد كده الاكل، وبعد كده يبدا يوفر له الاحتياجات الجسديه والنفسيه، سواء كان ريليشنز او ايموشنز او، وبعد كده يوفر له السيلف استيم، وده بيلعبها الاداره الامريكيه بشكل خرافي. السيلف استيم اللي هو احساسه ان انا قوي، ما انا ممكن اكونش قوي ولا اي حاجه، هو زي ما بيقولوا عليه فيك، يعني حاجه ظاهريه جدا، زي رامبو الامريكي، ان هو سوبرمان اللي بيضرب اي حد. اكزاكتلي. ما يعني هو مفيش حاجه خالص، الفتوه بتاع الحاره. بالظبط. هم بيمشوا مع مثلث الاحتياجات بالكامل، بيديله الاكل، بيديله الامان في الاماكن، بعد اماكن معينه، بس هو اتليست هو كشخص بيحس ان هو امن. بيبدا يديله بعد كده الاحتياجات النفسيه والسيكولوجيه والجسديه احيانا، عن طريق المجتمع الامريكي والانفتاح اللي فيه جزء معين، وبعد كده يبدا يطلع معاه السيلف ستيم، ان هو بيبقى راكب الموتوسيكل الامريكاني الهالي وحاجه وماسك الكوك بتاعه. فبالنسبه له مخيلته ان انا وصلت لمراحل الساتسفاكشن، مع ان هو في حاجات كتيره جدا جدا في النص، من ضمنها الاستيعاب الفكري والتطور الذاتي ويوي، هو بقى مفتقدها ومش بقى فارق معاه ده كله. فهم مبدئيا بيبداوا يلجأوا على ده، بيبداوا يستخدموا التكنولوجيا في تلبيه الاحتياجات. فبعد ما كان بيحصل على الملذات دي او الاحتياجات دي بشكل معين، يبدا ان هو يديها له بشكل مختلف، ويبدا ان هو يطورها له بحيث ان هو يكون متواكب مع العصر معاه. بس الاحتياجات هي احتياجات موجوده، بيحصل لها نوع من التطور مش اكتر من كده. فبعد ما كان زمان بيحصل عليه بطريقه معينه، الطريقه دي تبدا تسهل، تكون اسهل من الاول، يبدا ان هو ينجح فيها، يبدا التطور معاه ده،
ده اصلا الثقافه دي او الاداره ده هو بيدير طيب جزء من المجتمع الامريكي عن بعد. هل في الفكره دي اللي انت قلتها طب ما احنا ليه ما نتعاملش بالفكره دي في المجتمع المصري ونوفر له الاحتياجات دي بس مش بالدرجه اللي هي ربما ايه تكون مختلفه شويه مع القيم والعادات لكن بالفكره دي هل الفكره ده ممكن يريح الشعب؟ طبعا لو ده تم ببساطه جديده لو انت النهارده الاداره بدات توفر له الاحتياجات الاساسيه انت هتقدر تدير عقليته اتليست عقليته الانتخابيه كمان بعد كده ان هو ببساطه جديده لو انت اديته السكن المناسب اديته الامان وده اللي بيحصل عليه واديته الاحتياجات الاساسيه اللي لا تتعارض مع قيمنا واخلاقنا بس هنا مفيش ملذات زي الامريكان هتبقى الملذات بالنسبه لهم مختلفه لانك انت ما تقدرش انت تعملها في مجتمع لان الثقافه الشرقيه مختلفه شويه في الاستمتاع من هنا هسالك سؤال تاني امريكا جاذبه للعالم والحلم الامريكي عشان عامله ملذات فالدنيا كلها عاوزه ايه تروح يعني تبقى طب ما انت ازاي تخلي بلدك برضو مفتوحه للعالم وفيها جاذبيه بس بطريقتك انت مختلفه شويه عن الطريقه الامريكيه بالنسبه للميدل ايست او الشرق الاوسط الملذات او الثقافه دي بشكل مباشر المواطن هيرفضها هو المواطن بيطلبها ودي نوع من الكاريزما في الثقافه الشرقيه ان هو بيطلبها بشكل غير مباشر يعني ممكن ياخدها منك بشكل غير مباشر يعني ما بيطلبش انها تكون موجوده زي المجتمع الامريكي ما عندوش النوع ده من الانفتاح بس لو اتمنعت عنه هيحصل وده نوع من التعارض في الشخصيه طبعا في كتير جدا اتكلمت عن الشخصيه المصريه يعني والشخصيه العربيه بحد هو الشخصيه العربيه مركب مختلف شويه الشخص الامريكي ممكن يطلبها لان ده حقه لكن الشخص العربي مش هيطلبها منك لكن لو ما ادتهالوش ممكن يكون في صراع نفسي ان هو ممكن يكون محتاج فبالتالي طريقه تلبيه وطريقه الاداره الشعوب بالشكل ده بتتم بنوع من الاعتبار السيكولوجي الاعتبار النفسي هنا ليها واعتبار عادات وثقافات المجتمع زي حاجات كتيره جدا جدا في المجتمع لو انت وقفتها مع ان هو عارف ان هو غلط ممكن يكون متضايق جدا جدا بس مش هيصرح لك هيبدا يجيبها بالخصوصيه الشرق الاوسط انت شايف ايه اللي نوفر له يعني حريه العباده الدينيه اكيد والاساسيات الاكل والطعام والامان اللي انت ذكرته مع شويه رفاهيه او سعاده دلوقتي بيسموها سعاده مش سعادة. رفاهيه اللي وفر دوت بشكل واحده من الدول العربيه اللي وفرت دوت بشكل متوازن جدا انا بشوف ان هي واحده كاماره دبي ليه بس حتى لو فيها ناس بتقول ان هي فيك وان هي بشكل جمال بس مش حقيقي يعني بس هو وفر او حاول ان هو في الاول ان هو يوفر كل احتياجات كل متطلب انت عندك هناك جنسيات مختلفه الجنسيات المختلفه بيعيشوا اكنهم عايشين في الستيت في امريكا الشخص المواطن العربي المتدين اللي عنده قواعد وثوابته بيعيش بهذا الشكل في إمارة بس لا تستطيع أن تقول أنها إمارة إسلامية الشرق ممكن أقول عليها إمارة أنا بتكلم على المسألة لا, لا 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 أستطيع لا أستطيع طيب ما هو يعني أنت في مجتمع هنا مختلف بس يعني إحنا ما تقدرش تقول أن في الوقت الحالي أن في مصر برضو هي مصر تطبق أن إحنا نقول مصر انها تطبق عشان كده الاسلاميين عاوزين يتم التطبيق اكتر من ذلك وده تشالنج بس انت عشان تعمله لازم توفر له المناخ لده اديله الاحتياجات الاساسيه ابدا خاطب عقله عشان تقنعه لان سياسه الاجبار سياسه الاجبار انت شفت رد فعلها في 30/6 ده اللي عندنا لا طبعا الاجبار مرفوض ولكن تفهم وتقبل الاخر زي ما قلنا في الفقره الاولى وزي ما قلنا معاك محمد مصباح اسعدتني ونورتني شكرك جدا ودائما بنبحث في تكنولوجيا وعلوم الاداره التي تريح لكي نستريح يعني بتقدم لنا حلول وافاق اخرى واحد اليات والتولز والادوات للتفكير خارج الصندوق وللمواكبه في القرن 21 الذي يحتاج الى عقل جديد مهارات جديدة وتطبيقات جديدة وسع نفسي كمان مختلف نورتني بشكرك يا أحمد جدا شكرا جزيلا مشاهدينا كل سنة وانتم طيبين العلم مستمر في رمضان وبرا رمضان مصر الإسلامية الجميلة لابد أن يكون فيها العلم إيج أو يعني آخر صيحات العلم والتكنو علم ولابد أن احنا حياتنا تبقى أكثر تسامحا أكثر حبا وأن احنا نقدم قيمة في هذا العالم التحدي كما قال كلينتون وهو رئيس بيل كلينتون وهو في المغرب منذ أشهر التحدي أن أنت زي تقدم قيمة للعالم وبالتالي تقدم نموذج وبالتالي تكون ناجح عشان تبقى جذاب مين هو الجذاب؟ بيقولوا في الأفلام والمسلسلات البنت الحلوة أو اللي مش عارف لابس إيه أو اللبسة إيه مش كده الجذاب هو اللي بيفكر خارج الصندوق ويستطيع أن ينتصر نتواصل دائما معكم على كل خير مشاهدينا مواعيد البرنامج في رمضان هي السبت الأحد الاثنين الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة مني تحية أحمد يوسف ومن كل فريق البرنامج إلى اللقاء